بجد الترحاب بحضراتكم مره تانيه وبضيفي الكريم كابتن محمد حشيش النجم اللي مكسر الدنيا معاه في فقرتنا النهارده. فقرتكم دلوقتي معاه ومع نجمنا النهارده 10 على 10. فقرتنا 10 على 10 بيطلع قدامنا صوره او تصريح لنجم وبتقول رايك فيه سواء بالايجاب او السلب بتاخد نقطه، لا تعليق بتاخد ماينس نقطه، وخلال 30 ثانيه بتقول رايك. وليد سليمان الحاوي ايجابي. ايجابي طبعا. وليد من احسن اللعيبه اللي جت النادي الاهلي. على طول الروح العاليه دي هي اللي موجوده عند وليد، ما بيهزرش سواء في تمرين او في مباراه، عنده حميه، عنده قلب. يا ريت كل لعيبه النادي الاهلي زي وليد سليمان. طريقه لعيب لو في حاجه اكتر من ايجابي احطها كمان. دي نقطه طبعا قوسين كده. طبعا يا ريت لعيبه كل النادي الاهلي تبقى زي وليد سليمان. هنحسها لو هتكلم بسرعه قوي الماتش الاخير لما نزل، ونزل في ظروف صعبه، ونزل فرقه مش مظبطه، كان من احسن الناس وبان تاثيره في الملعب عامل ازاي. بقول لك يا ريت اللعيبه كلها تبقى وليد سليمان. الانتماء غايب؟ مش غايب، بس ساعات الروح يعني بتريح شويه، محتاجه دايما شحن. وكويس الموقف ده حصل عشان ان شاء الله باذن الله الاهلي يشحن الفتره قدام شويه، يجتاز الفتره الاخيره دي ويجيب البطوله. وليد حته مشاركاته مش اساسي تفرق معاه ولا هو خالص. ممكن يشارك اساسي ويفرق من البدايه مثلا؟ لو كانت تفرق معاه او تزعله ولا حاجه ما كانش ينزل يبقى مجيد كده ويبقى هداف ويبقى قوي، لو هي فرق معاه. انما هو حاسس بامكانياته، عارف وضعه كويس قوي، عارف امكانياته كمان تسمح له ان هو يلعب المباراه كلها 90 دقيقه في بعض الاحيان. وانا شايف ان وليد الجزء اللي بيلعب فيه ده، الاهلي مع فايلر دايما بنقول احنا انه دايما الاهلي الشوط الثاني، وعشان من ضمن الاسباب وجود وليد في الشوط الثاني. تمام. في الربع ده محمد هاني. محمد هاني ايجابي الفتره اللي فاتت، ولكن ولكن احساسه شويه كصغير ما عندوش خبرات. ايوه. ان احمد فتحي ماشي وهو طب انا قلت تصريح عشان فيه زعل مني. حته لسه صغير، هل محمد هاني لسه ما طلعش من اطار اللي هو من الصغير ولسه من قطاعات الناشئين، او طالع لسه حديثا النادي الاهلي؟ لا لسه. لسه في الاطار ده؟ الفتره اللي فاتت كان 24 سنه. كان الاساسي احمد فتحي. دايما احنا كنا بنقول ايه؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم من ست لخمس سنين موجود فريق اول، من 2014 2015. الست سنين دولت كان الاساسي ولا احمد فتحي؟ كان احمد فتحي. ماشي. وهو اللي كان يا دوبك ما بيلعبش الا احمد اتصاب ويلعب شويه كده. دلوقتي يمكن الفتره اللي فاتت لما حس ان احمد خلاص هيمشي وهو بقى الاساسي، ممكن اكون انا يعني برضو مش هنقول ما فيش خبرات فيه بس قليله، ممكن دي اثرت على مستواه. لازم يفكر ويراجع نفسه في التدريب وفي نظامه ككل. هيبقى من احسن لعيبه في مصر كمادة خام طبعا، لكن ست سنين اشوفهم كتير ان هو لسه يعني ايه يعني حته طالع من تحت دي لسه تحس مقترنه بيه، مش عارف ليه. لا مش النادي الاهلي هيفكر يجيب باك رايت عشان يبقى معاه، عشان لازم يبقى فيه منافسه في الحته دي. تمام. الصوره اللي بعدها حمدي فتحي. ايجابي طبعا، لعيب ممتاز، هيبقى من احسن لعيبه مصر كلها مش النادي الاهلي، خارج من اصابه قويه ان شاء الله باذن الله، يبقى لو استمر في ملعب وبعد ربنا بعد عنه الاصابات هيبقى من احسن لعيبه في مصر يعني، وفي القائمة وهياخد مكانه في منتخب مصر. احنا بنتكلم عموما ما بنتكلمش على مباراه القمه. حاسه كده بتصالح القعده اللي كانت هنا؟ لا لا خالص. لا 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 خالص. هم بص ثلاث ارباع الفرقه في الماتش الزمالك كانوا وحشين، مش مستواهم. لا كان من ضمنهم حمدي فتحي ولا كان روح. كان من ضمنهم لانه احسن من كده. تمام. انما انا بتكلم عموما لان مش هقيم لعيب ايجابي او سلبي على مباراه. طيب ماشي، انا هتفق معاك في الحته دي. تمام. بس خد بالك في نقطه تانية اللي بتبين اللعيب في مباراه زي دي. تمام. مع اختلاف المباراه، يعني ايه اقصد لما يبقى مباراه تقيله اللعيب التقيل بيبان. هقول لك على حاجه. من اسباب ظهور بعيدا عن حمدي عشان بس من اسباب ظهور اللعيبه كلها بالشكل اللي مش كويس ده، التغير في طريقه اللعب والنقص وتغيير في المراكز، هي دي اللي عملت مشاكل. يعني في مش عدلته مش في جانب مش من اللعيبه وفي جانب من الطريقه والمدرب، هي دي اللي عملت كده. بدليل ان الفتره اللي فاتت احسن واحد موجود في الملعب مين؟ عمرو السوليه. كان في ماتش الزمالك برضه كويس بس اقل من مستواه العادي.
بس انت يعني فيلسوف في الرد دي. الصورة اللي بعدها ياسر ابراهيم. طبعا انا قلت لك واحنا قاعدين انه من احسن، انا في رايي من احسن المساكين اللي موجودين، بس الغلطات اللي غلطها في ماتش الزمالك ما غلطهاش لعيب عنده 13 سنه. يعني خلينا كده اقولها معاك، في لعيب بيبقى كبير زي ما انت بتقول كده، فغلطات الكبير مش هقول لك عشان بيلعب في الاهلي فهي عليها سبوت او لا. تمام. انا بتكلم فينا ينفع تتعمل منه او الغلط ده مقبول منه وبيعدي كلنا بنغلط، بس عشان مش مقبول منه لسبب لانه لعب مباريات اقوى ولعب مباريات في افريقيا مع النادي الاهلي وكان احسن من كده بكتير. بقول لك الغلطات اللي غلطها في مباراه زي دي تحس ان هو مش طبيعي. يعني مش هو بتاعت لعب كام سنه قلت 13 14 سنه، مش هو مش هو الطبيعي، لان غلطات الف ب كوره بالنسبه للمساك سواء في الترقيصه اللي على الجون الاولاني او في الجون الثاني. طب سريعا بقى في اللي جاي. طب رمضان الصوره اللي بعدها، ها الصوره اللي بعدها. طب انا سريعا اهو. طب اخترت اجابه لسبب الاول في ده، بس هو الوقت خلص اصلا فانت راح عليك النقطه. طيب نختار. طيب ماشي الصوره اللي بعدها. طب نختار عشان يغيروا. طب ايه نختار؟ ها في ماتش الاهلي والزمالك خلاص اهو. رمضان لعيب كويس، ربنا يوفقه في المكان اللي هي. طب اجابه ولا سلبي عشان نلحق بالوقت؟ سلبي في حاجه بس واحده، هي الطريقه اللي يعني اللي حصل بيها الموضوع ده. انا ممكن اجي اقول يا جماعه انا اتجاهي كذا، ببص الماده اللي هيدفع اكتر او اللي هيجي لي عرض احسن هوافق، واكون صريح من البدايه، ما اقعدش اقول ان انا مثلا بلاش المنورات اللي حصلت. بلاش المنورات اللي حصلت. الصوره اللي بعدها بادجي. لعيب كويس وهيبقى من الفراودة الكويسين اللي جوه من النادي الاهلي. طيب اللي بعدها ايمن اشرف. ايمن اشرف شال النادي الاهلي الفترات اللي فاتت كتير قوي، لسه قدامه يدي للنادي الاهلي سواء في مركز المساك او الباك الشمال. تمام جيد. طيب اخدت 5 من 10 6 من 10 النهارده عشان بس عشان في حاجه فلتت الوقت والتاخير ما كانش من عندي من عندكم. نورتني وشرفتني كنا سعداء بوجودك معانا واتمنى لك التوفيق. انا سعيد ان انا كنت معاك، بس في حاجه سريعه جدا. بتمنى طبعا الشفاء لكابتن احمد سراج مدير فني 2001 النادي الاهلي، مر بوعكه صحيه قويه شويه، ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه ان شاء الله. اتمنى له الشفاء اكيد احنا كمان، ويا رب يرجع لاسرته بكل خير ويعديه على خير. الف سلام عليه. النهارده كده تكون حلقتنا خلصت. كان